السلام عليكم. هل فكرت عزيزي المشاهد بإعداد دراسة جدوى لمشروعك؟ هل تعتقد بأنه من الضروري وجود دراسة لمشروعك قبل البدء بالتنفيذ ليكون مجدي ومدر للدخل والأرباح؟ وهل تؤمن بأن دراسة الجدوى وإعدادها هي ضمان لنجاح مشروعك؟ وهل تساءلت لماذا الكثير من المشاريع لا تنجح في الحصول على التمويل المطلوب من قبل المستثمر والصناديق الاستثمارية؟ ولماذا تفشل في البداية أو بعد تأسيسها بسنوات عديدة؟ خلينا نعرف الإجابة على هذه التساؤلات بعد هذا الفاصل. وأهلا وسهلا فيكم من جديد أعزائي المشاهدين. بنحب نذكركم بضرورة الاشتراك في قناتي والضغط على زر الجرس حتى يصلكم كل جديد من الكورسات اللي احنا بنرفعها بشكل مجاني على قناتي، مثل كيف تؤسس مشروعك الخاص واستراتيجية المحيط الأزرق وتأثيرها على زيادة مبيعاتك وإيراداتك. عزيزي المشاهد، هذه الحلقة حتكون الأولى والمميزة من سلسلة إعداد دراسة جدوى مصغرة لمشروعك في 90 دقيقة. طبعا هذه السلسلة حتتكون من حلقات حتخليك قادر على إعداد دراسة جدوى مصغرة لمشروعك أو لفكرتك، وبالتالي هذه الدراسة حتكون قابلة للتقديم للصناديق الاستثمارية أو للمستثمرين، بحيث أنه أنت تحصل من خلالها على تمويل لمشروعك أو تتعرف على مدى قابلية مشروعك للتنفيذ وهل هو مجدي ومربح أم لا. عشان هيك إذا بتهمك هذه الأفكار خليك تتابع حلقاتنا، وهذه السلسلة مهمة جدا واللي حتكون عملية إن شاء الله، وحتتناول أمور بتخص مشروعك وإن شاء الله تنال تمويل من هذه الدراسة. وللأسف أعزائي المشاهدين، إحنا حنكون غير قادرين على تغطية كافة التفاصيل والجوانب المتعلقة بإعداد دراسة الجدوى، وإنما اللي بحب يحصل على كافة التفاصيل ممكن إحنا نرسل له كتاب إلكتروني متعلق بإعداد دراسات الجدوى مع أمثلة عملية وتطبيقية. هذا طبعا بسعر يعني رمزي لأعضاء عائلة تين مينز. اللي بحب يطلب هذا الكتاب ممكن يرسلنا على الخاص وأنا برسل له هذا الكتاب، وممكن إنه إحنا يعني نقدم له سعر يعني مغري وسعر رمزي إن شاء الله يستفيد من هذا الكتاب. وممكن حضرتك توجه له سؤال مهم، ما هي دراسة الجدوى وما هي أهم أهدافها؟ بنحكي لك باختصار موجز إنه دراسة الجدوى هي خير دليل ومرشد على مدى جدوى تنفيذ مشروعك، هل هو مشروع رابح أم خاسر، وهي أيضا الموجه لك في بداية الطريق قبل تأسيس المشروع وأثناء تنفيذه، وهذه بتخليك أنه أنت ممكن تتابع الأخطاء اللي بتصير في المشروع منذ بدايته وأثناء تنفيذه وتعمل على إجراء التعديلات المطلوبة. والآن حضرتك ممكن توجه لي سؤال آخر، حتقول لي ما هي أهم الفوائد اللي أنا ممكن أجنيها جراء إعداد دراسة الجدوى لمشروعي الخاص؟ بحكي لك أنه الفوائد تتلخص في 4 نقاط رئيسية. أما بالنسبة للنقطة الأولى عزيزي المشاهد، فهي عامل أمان للمستثمر، حيث تعتبر دراسة الجدوى هي من عوامل الأمان للمستثمرين، وذلك لأنها تجنبهم من الوقوع في القرارات الاستثمارية الخاطئة، وذلك بسبب المبالغة والحماسة المفرطة من قبل صاحب المشروع عند البدء بتنفيذ مشروعه الخاص. أما بالنسبة للنقطة الثانية عزيزي المشاهدين، فأنا بقدر أعرف من خلال دراسة الجدوى العائد على الاستثمار Return on Investment، بالإضافة إلى أنه تعتبر دراسة الجدوى هي نقطة انطلاق لإعداد خطة العمل واللي حنتناولها إن شاء الله بشكل تفصيلي على قناة 10 Minutes، بالإضافة إلى نقطة مهمة وهي المفاضلة بين المشروعات المختلفة، وبقدر أعرف هذا المشروع مجدي أم غير مجدي، مربح أم غير مربح، وأيضا مدى أهلية هذا المشروع للحصول على تمويل أم لا. وحضرتك الآن ممكن تسألني سؤال مهم، وهي ما هي أنواع دراسات الجدوى؟ أحكي لك أنه هناك 5 أنواع حتتعلمها إن شاء الله في هذه السلسلة: دراسة الجدوى الفنية والمالية والتسويقية، ودراسة الجدوى التنفيذية، ودراسة الجدوى الاقتصادية. وخلينا الآن نتطرق إلى أهم مثال وأهم جزء في هذه الحلقة، وهو المثال العملي اللي إحنا إن شاء الله حنتناوله على هذه السلسلة بإذن الله، وحشرح لكم كيف حنطبق أنواع دراسات الجدوى في هذا المثال اللي احنا هنستعرضه بعد قليل، فخليك مركز معي ومنتبه عشان هذا المثال هو اللي حنشتغل عليه طول هذه السلسلة.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في هذا المثال العملي، وهو النموذج العملي لدراسة الجدوى. زي ما أنتم ملاحظين، هذا المثال العملي أنا تقدمت فيه لفكرة اسمها ديسكاونت للخدمات التسويقية من فلسطين، طبعا وتقدمت بها لجهة ممولة أو لحاضنة أعمال، وإن شاء الله يعني أنا حشرح هذا المثال وتستفيد منه. هذا مثال عملي واضح، وهذا طبعا المثال حاز على درجات عالية، وتوصلت يعني من خلاله إلى المراحل النهائية في المسابقة اللي كانت من حاضنة الأعمال في الجامعة الإسلامية. طيب خليني يعني الآن يعني هذا الصيغة أو الفورمات هو فورمات يعني نموذجي. أنت ممكن يعني كثير من الفورمات تختلف من مؤسسة إلى أخرى، من صندوق إقراض إلى آخر، أو من شركة تأجير تمويل إلى شركة أخرى، يعني whatever كانت النماذج المختلفة، ولكن الأسئلة كلها تدور حول محتوى واحد، يعني ممكن يختلف الشكل ولكن الجوهر أو المضمون يبقى كما هو. خلينا نبدأ يعني بالصفحة أو بالواجهة الخاصة بهذا الفورم. زي ما أنتم ملاحظين، شعار أو اللوجو الخاص بالمشروع وشعار الجهة التي تقدم إليها أنت الدراسة، ممكن تحطه مقابل هذا الشعار. هنا عنوان يعني بسيط، عنوان المشروع وعنوان الفكرة، طبعا أداد اللي هو المهندس الحراني اللي هو يعني أنا، مقدم إلى حاضنة الأعمال، تكتب طبعا اسم الحاضنة. وزي ما أنتم ملاحظين، النموذج الأول هناك بعض البيانات المطلوبة اللي أنت لازم تحطها. أول شيء طبعا نوع النشاط، هل نشاطك صناعي، زراعي، خدماتي، سياحي، غذائي، تجاري، يعني لازم أنت تحط التصنيف الخاص بالنشاط اللي أنت حتمارسه. أيضا في عندي فكرة عن المشروع، ما هي فكرة هذا المشروع؟ ما هو المنتج؟ ما هي السلعة؟ ما هي الخدمة؟ بدك تعمل وصف صغير يعني من 3 إلى 5 أسطر توصف فيه طريقة تقديم الخدمة أو تصف فيه فكرة المشروع. يعني خلينا نضرب هنا المثال كيف مدينا الفكرة. الفكرة هنا أو الوصف هو أنه بتقدم خدمات أو منتجات بأسعار تنافسية مميزة، وذلك من خلال الحصول على نسب خصم من الشركات التجارية، وهذه نسب الخصم حتكون من 10% إلى 40%. بتساعد المواطن على شراء الخدمة أو المنتج اللي بيحتاجه طبعا بسعر رمزي وبسعر رخيص. هذه طبعا هي مناسبة للأوضاع الصعبة اللي بمر فيها العالم العربي. يعني هذه فكرة المشروع بشكل مختصر، أنت ممكن تضيف وممكن تقلل من هذا الوصف. طبعا أنا هيك يعني بدي أنهي معكم هذه الحلقة لهذا اليوم، لأنه بصراحة ما بدي أطول عليكم في هذه الحلقة، ونلتقي في الحلقة القادمة لإن شاء الله نكمل نموذج أعداد دراسة جدوى أولية أو مصغرة في 90 دقيقة. يعني في 90 دقيقة أنت حتكون قادر على كتابة دراسة جدوى مصغرة لمشروعك، وتكون قادر على تقديمها لمين؟ للممولين بإذن الله تعالى. بتمنى لكم التوفيق. لو عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوا عليه باللايك وبالشير، وتشاركوا هذه طبعا المعرفة لغيركم من الناس. وبختم حديثي بقول الله عز وجل: ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. بشوفكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.